ضمن ديكور وأجواء مستوحاة من تاريخ وأصالة دولة الإمارات، يطل برنامج السنيار يوميا عبر شاشة سما دبي ليسلط الضوء على كنوز الإمارات الدفينة وتقاليد شعبها الأصيلة، وليقدم المعلومات التراثية للجيل الجديد في قالب تراثي ترفيهي ينشطه الزميلين أحمد عبد الله وليلى المقبالي. كاميرا البيان كانت حاضرة في موقع التصوير عين اقتربت من فريق عمل البرنامج لرصد انطباعاتهم. طبعا احنا من اول البرنامج من اول يوم في رمضان الى اليوم الحلقة 11 الحمد لله صدى البرنامج، وين ما يشوفونا الجمهور يأيدون ويقولون هذا البرنامج اللي نحن نترياه، هذا لان برنامج تراثي ويرجعهم للماضي اللي فات، في نفس الوقت يعني الألفاظ القديمة، الأشياء، المسابقات اللي هي يعني تراثية. البرنامج عاجب الجمهور وكله يشوفنا في أي مكان يسلمون ويقولون هذا اللي كنا نتريه نحن من زمان كبرنامج السنيار. وطبعا أنا أشكر القائمين على هذا البرنامج على رأس مؤسسة دبي للإعلام الأستاذ أحمد الشيخ وأستاذ أحمد المنصوري وخليفة حمد وشهاب على هذا العمل يعني الضخم الكبير اللي قاموا بإنتاجه كمؤسسة دبي للإعلام، وشكرا للجميع وكل من يقف وراء العمل من أمام الكاميرات أو من خلف الكاميرات وراء الكواليس، شكرا لهم جميعا. أنا وايد أحب التراث فهذا اللي ساعدني، وأحب أتعلم الكلمات القديمة، وأحب يعني هالبرنامج بإضافة لي أنا كليلة يعني حق لحياتي الشخصية بيضيف، لأن في كلمات إحنا كنا نستخدمها قبل فالحين خلاص ما قمنا نستخدمها، فبوجود لجنة الخيارات وجود هذه الناس الكبار يذكرونا بهذه الكلمات، نسترجع كلمات إحنا نسيناها ما عدنا نستخدمها. الناس اللي قبلنا الناس الكبار في السن كانوا يستخدمون هذه الكلمات، إحنا جيلنا الحين إحنا ما قمنا نستخدم 50%، والجيل الحالي ما قام يستخدم أبدا من هالكلمات. فهالأشياء يعني إحنا نحيي التراث أكثر بهالبرامج. تجربة جميلة، أنا أعتقد أن يربط التراث وتعريف الجيل الجديد بالتراث عن طريق المتعة يعني بعض اللقطات الكوميدية دعنا نقول، أو يعني بعض المواقف اللي فيها مفارقة. ونحن نحاول بقدر الإمكان أنا خاصة أن يكون هذا المشهد كوميديا راقيا في فقرتي الخاصة، أما بقية فقرات البرنامج فهي قائمة على المفارقات والارتجال العام بين المجموعة كلها. بهذا كله نحن نحاول أن نقدم برنامج يعني يظل في الذاكرة والناس يعني تجد فيه المتعة والفائدة إن شاء الله.